بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايزين نتكلم على متلازمه النفق الرزغي. يا ترى ايه هو النفق الرزغي؟ النفق الرزغي هو عباره عن ممر في الايد من الخلف، بيكون العظم اللي هو بيكون عظم مفصل الرزغ، ومن قدام فيه رباط، وفي النص او في القناه او في النفق دوت بيمر اوتار، وبيمر منهم العصب الاوسط، والعصب بيمر من الساعد للايد عشان يوصل الاحساس ويوصل الاعصاب للايد وحركه الايد. العصب الاوسط بيمد الثلاث صوابع ونص اللي هم الناحيه بره دول، يعني ده وده وده ونص ده. هنا الصباع ده والنص الثاني دوت فيه عصب ثاني في الناحيه الثانيه، هنا ليه قناه ثانيه برضو بيمر بيها، بيمد الصباع دوت والنص ده. بيبقى النفق الرزغي موجود في المنطقة دي بالظبط، قدام الرزغ هنا، قدام منطقة الرزغ هنا، والعصب بيعدي كده 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 يوصل للصوابع هنا، والعملية لما بنعملها بيكون في المنطقة دي عشان تسليك العصب هنا وتوسيع على الشرايين وتوسيع على الأوتار والعضلات اللي موجودة هنا. ايه هو تعريف متلازمة النفق الرزغي؟ هو عبارة عن حالة مرضية بتتميز به أعراض نتيجة اختناق العصب في النفق الرزغي ده، وبيؤدي إلى تنميل وخدر ووخز في الأصابع، وأحيانا ضعف في العضلات. هل ليه أسماء أخرى؟ ممكن متلازمة النفق الرزغي، ممكن اختناق العصب الأوسط في اليد، أو انحباس، ساعات يسموه انسداد، ساعات يسموه انسداد في الشرايين. كل دي بتؤدي الى نفس الاعراض ونفس الحاله نفسها. يا ترى ايه هي اسباب اختناق النفق الرزغي او اختناق العصب الاوسط في اليد؟ سببها نتيجه انضغاط العصب او ضغط على العصب، وده في كتير من الحالات بيحصل بدون سبب واضح، يعني لوحده كده بيحصل. وفي اسباب تانيه، اسباب ثانويه ممكن تؤدي الى اختناق العصب الاوسط في اليد او متلازمه النفق الرزغي في اليد. معظم الاحوال ان هو ايديوباثيك، يعني بدون سبب، بيحصل لوحده كده. وفي اسباب تانية، ممكن كسر في المعصم وفي عظم طلع من مكانه وضغط على النفق الرزغي ده ضيقه، او اي تورم في النفق الرزغي ده زي مثلا كيس زلالي او كيس دهني او عضله زياده، او تورم في العضلات او الاوتار هنا. هل في عادات خاطئه ممكن تسبب او تزود حدوث اختناق العصب في اليد؟ ممكن بعض المهن او بعض الشغل اللي يكون فيه حركه جامده على الايد، زي حركه الدوران او حركه تاني الايد لمسافه او لفتره طويله، فيعمل ضغط على العصب هنا. او ممكن يكون الاستعمال الخطأ للكيبورد والماوس، يعني الماوس يكون لتحت ومع تاني الايد بهذا الشكل. وبعض عمال المطابخ والمصانع ممكن يحصل الكلام ده. واحيانا كثرة التدخين وقلة الرياضة وقلة تحريك العضلات، فتحريك العضلات وتحريك اليد على طول، واثناء النوم نكون رافعينها الى حد ما، وممكن تكون الايد برضو مفرودة بهذا الشكل، ده بيقلل حدوث المشاكل. هل في عوامل خطورة بتؤدي إلى حدوث اختناق في العصب في اليد أو تزود نسبة حدوثها؟ هنتكلم عليه. أولاً الجنس، بالنسبة للستات بيحصل الاختناق فيهم بنسبة أعلى من الرجال. طبيعة العمل بعض الأعمال اللي فيها ضغط على الإيد أو حركة في الإيد جامدة ممكن يحصل، أو إصابات في الرزغ أو المعصم، بعض الكسور ممكن نتيجة السكر أو التهابات الروماتويد، ممكن الحمل والسمنة، وبعض الأمراض زي السكر وزي الأمراض الروماتيزمية. ولو في تاريخ عائلي لحدوث اختناق في العصب برضو بيزود هذا الكلام، لو في قصور في الغدة الدرقية هايبوثايرويديزم. السن من 30 ل 60 بيزيد فيه حدوث الاختناق في العصب دوت. يا ترى ايه هي الاعراض
اللي بتقول ان انت احتمال يكون عندك اختناق في العصب. المريض بيجي يشتكي من الام في الايد وتنميل في الصوابع وخدران او واخذ زي ابر كده، وبيزيد الكلام ده بالليل، واحيانا يصحيه من النوم بيصحى على التنميل وايده تقيلة ويحس انها ورمة، ولما يحركها شوية ممكن التنميل يبتدي يخف. وبعد كده ممكن يشتكي من ضعف في الايد وضعف في الحركات، ولما بتيجي الست تشتغل في المطبخ بتحس ان الحاجات ممكن تقع من ايديها، والتحكم في الايد والصوابع بيكون اقل، واحيانا بيحصل ضمور في العضلات، بتلاقي الحتة دي بقت ضعيفة او بقت غويطة نتيجة العضلات نفسها هنا ضمرت. يا ترى التشخيص الحالة بيكون ازاي؟ اولا قصة او قصة المرض، المريض بيحكي ان عندها بيبقى ست عادة فوق الـ30، بيحصل تنميل، التنميل بيزيد بالليل او بيزيد في الصبح، يقومها من النوم الحاجات بتقع من ايديها، بيحصل فيه تيبيكال بيبقى فيه الثلاث صوابع البرانين دول ويسيب الصوابع الثانية. يبقى المريض بيجي يحكي القصة بتاعته للدكتور، وبعد كده يبتدي فيه اختبارات معينة بتبين ان عندك اختناق في العصب او في ضيق في النفق الرزغي دوت. مثلا ممكن لو الايد اتحطت كده بهذا الشكل ونضغط بهذا الشكل لمدة مثلا 60 ثانية، هتلاقي يحصل تنميل في الصوابع وخدر في الصوابع. او ممكن نعمل ضغط على الايد بهذا الشكل لفترة برضو شوية، ممكن تلاقي حصل تنميل وخدران في الصوابع. ممكن نحنا نعمل ضغط على العصب كده او نعمل تخبيط على المنطقة دي، هي المنطقة العصب، يحس المريض بكهرباء في الصوابع، كل ده نتيجة التهاب او نتيجة اختناق في العصب. ممكن المريض يحتاج بعد الكشف يحتاج أشعة على الإيد عشان نطمن على العظام إن ما فيهاش كسر، خصوصا لو كان بيدي قصة إن هو كان حصل له إصابة أو كسر قديم أو في خبطة في الإيد. الأشعة ممكن تبين، ممكن تبين النفق الرزغي أو ضعة معينة تبين النفق الرزغي ده أخباره إيه. في حالات بتحتاج نعمل رسم عصب أو تخطيط عصب، بيبقى عبارة عن الكترود معين بيبين ازاي الاشارة العصبية لو احنا اديناها فوق ازاي بتوصل وخلال قد ايه. يبقى لو في ديلي او في تأخير في التوصيل في المنطقة دي، يبقى ده يدل على ان في اختناق في العصب، ورسم العصب ده هو بيبين لي اذا كان الاختناق موجود في الايد او ممكن يكون جاي من فوق. ليه؟ لان احيانا ممكن التنميل في الايد دوت يكون سببه مشكلة او انزلاق غضروفي في الرقبة، لان هنا منبت العصب من فوق وبعدين بيودي للايد. فبالتالي موضوع التنميل في الايد مش كله لازم يكون اختناق في العصب، ممكن يكون مشكلة جاية من الرقبة وبرضو ده، فالمريض مش عارف ده ايه وده ايه. فبالتالي رسم العصب بيبقى مهم في مثل هذه الحالات. بعض حالات ممكن تحتاج أشعة تلفزيونية عشان توضح لو في أي حاجة موجودة. في بعض حالات ممكن تحتاج أشعة رنين مغناطيسي عشان نشوف لو في أسباب تانية موجودة في مفصل المعصم وهي سبب المشكلة. هل في طرق للوقاية من اختناق العصب دوت؟ في بعض الأفكار ممكن نجربها، ممكن تدفئة الإيدين في الشتاء بالذات، لأن البرودة بتزود حدوث الاختناق دوت خصوصا في الشتاء. ممكن الاستعمال لليد يكون بحرص، واستعمال الكيبورد يكون في وضع معين، يكون الإيد بحيث إن يكون الإيد مسنودة على حاجة معينة بحيث تبقى مبقاش فيه الدراع مرفوع لفوق زيادة عن اللزوم، فيعمل ضغط على العصب، او حتى برضو لو متني برضو كتير او زيادة عن اللزوم. ده مهم بالنسبة للأعمال اليدوية، يكون فيها نوع من الاقتصاد، وممكن نعمل تمرينات او تقوية العضلات دايما. ممكن نعمل شد بهذا الشكل، ممكن نجيب كورة في الإيد ونمسك ونضغط على كده ونعمل الضغط في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، يبقى ده يعمل تخوية للعضلات، فده بيخلي التحكم في الإيد أحسن وممكن يقلل بعض الأعراض. هل في أسباب تانية
ممكن تتداخل في التشخيص مع الموضوع ده؟ اه في كتير. يعني دلوقتي المريض بيحس جاي هو مش عارف ده ايه، جاي حاسس بتنميل وخدر في ايديه، لكن الموضوع بيخش فيه عوامل تانية لازم يتم فحصها بواسطة الطبيب بحيث نشوف ايه السبب في هذا. ربما تكون المشكلة جاية من الرقبة ودي بتعمل ألم في الرقبة وبيسمع في الدراع كله، وليه اختبارات معينة ليه. يعني لو المريض عمل ايده، لو احنا عملنا الرقبة بهذا الشكل بعيد كده بهذا الشكل، المريض يحس بألم واخد الدراع كله. طبعا لما يكون فيه اختناق في العصب ما بيحصلش ده. كذلك لو فيه مشكلة في الكتف، لو فيه اختناق في العصب في الكتف، لو فيه تليفات في الكتف، لو فيه خشونة في الكتف برضو يعمل ألام. بعض مشاكل النفق الرزغي دي تسمع لفوق، وبعض مشاكل اللي هي من فوق تسمع لتحت. بعض التهابات الروماتيزمية أو التهابات المفاصل، بعض الخشونات، بعض تآكل العظام المعصم، حاجة اسمها كين بوك ديزيز. بعض الأمراض الروماتيزمية زي الروماتويد ممكن يعمل التهابات في المفاصل وممكن يأثر على الإيدين وبيأثر على المفاصل، وتلاقي المريض يجي أي من نوم الصبح ما يعرفش يحرك إيديه بشكل كويس. بعض الحالات الخشونة المفاصل اللي هي المتقدمة، كمان بعض حالات السكر، ويحصل التهاب للأعصاب الطرفية، وده كتير لما بيحصل بيبقى موجود في الإيدين وموجود في الرجلين وليه شكل معين ويبدي المريض إن عنده سكر. كمان لو في تاريخ قبل كده إن في إصابة في الإيد أو في كسر قديم أو فيه مفصل أو عظمة مخلوعة من مكانها، كل دي حاجات لازم تكون في الحسبان في التشخيص علشان بعد كده لما نيجي نحدد السبب بالظبط وبالتالي يكون خطة العلاج. هل الاختناق في العصب دوت ليه درجات؟ أيوة فعلا ليه درجات. في درجات ممكن تكون بسيطة، ممكن درجات متوسطة، ممكن تكون درجات خطيرة. هل اختناق العصب دوت ليه مضاعفات لو ما تعالجش؟ اه فعلا لو ما تعالجش في الوقت المناسب ممكن يعمل مضاعفات، وممكن هو يعمل ضمور في العضلات وضمور في المفاصل، وممكن يعمل ضعف شديد، حتى ان انت ممكن لو احتاج عملية وعملتها بس بعد فوات الاوان بيبقى احتمالية رجوع الحالة لوضعها الاصلي ممكن يكون مستحيل او قليل. فبالتالي لابد من الاهتمام ولابد من علاج الحالة في الوقت المناسب علشان ما تعملش أي مضاعفات بالنسبة للمريض على المستوى البعيد أو على اللونج ران. إيه هي طرق العلاج بالنسبة لاختناق العصب أو اختناق النفق الرزغي في الإيد؟ أولا الموضوع بيختلف حسب الحالة وحسب الفترة بقالها قد إيه. لو الموضوع في بدايته بنبتدي الأول بعلاج تحفظي، ممكن يكون مجرد أدوية مسكنة، مضادات للالتهابات، مضادات للتورم. ممكن المريض يمسك المعصم بهذا الشكل، ممكن يعمل يركب ريست سبورت، حاجة تسند الإيد من هنا ومن هنا بحيث تمسكه بهذا الشكل يبقى كويس. يحرك الصوابع على طول ويتني الإيد ويفردها، يعمل تقوية للعضلات، ممكن يمسك كرة في الإيد ويحاول يضغط عليها ويقوي العضلات. ممكن يكون بعض المقويات الأعصاب زي الفيتامينات زي التراي بي زي البي 12 ممكن يحسن حالة الأعصاب. السكر طبعا لازم لو موجود يتظبط. يبقى دايما تحريك اليدين على طول وتحريك المفصل عشان بيشغل الدورة الدموية وبيزود الدورة الدموية، ونعمل تقوية للعضلات وتقوية للأوتار يكون كويس جدا. وفي بداية الموضوع ممكن المريض يعمل علاج طبيعي والأمور تتحسن. في بعض حالات بتكون يعني أعلى شوية وما استجابتش ليه الكلام ده، ممكن تحتاج حقن موضعي، حقن كورتيزون في النفق الرزغي حوالين الأوتار ديت أو حوالين العصب دوت. لا يعني طبعا تبقى حقنة دقيقة عايزة خبرة علشان ما يحصلش منها أي مضاعفات، وبنحس كويس إحنا داخلين فين حوالين الأوتار، وبحيث إن إحنا ما نكونش بنحقن في العصب عشان ما يعملش أي مشاكل. وديت ممكن الحقنة دي ممكن تساعد كتير جدا، ممكن تقلل التهابات حوالين العصب أو حوالين الأوتار وتقلل حجم الأنسجة اللي فيه في النفق الرزغي دوت، فتقلل أعراض لفترة طويلة. وأحيانا لو كان الموضوع في بدايته ممكن تحله
تماما على طول. هل في علاج جراحي للحاله دي؟ ايوه، هو ده العلاج الجراحي، هو ده الحل النهائي بعد طبعا ما بنحاول بالعلاجات اللي هي البسيطه، او لو كان الموضوع لسه بدري او لسه جاي قريب بنحاول الاول. لكن الموضوع لو كان مزمن والمريض حاول بالطريقه دي وبالطريقه دي ولسه ما فيش فايده، يبقى اذا بيكون العلاج الجراحي بعد التشخيص والتاكد من الموضوع اللي ممكن يحتاج نعمل اشعاعات حتى على الرقبه، ممكن اشعاعات على الكتف زي ما احنا اتفقنا، ممكن يحتاج رسم عصب، ممكن اشعه على الايد، ممكن يكون اشعه تلفزيونيه، ممكن اشعه رنين وهكذا. في ناس بتسال بتقول هل العمليه دي ممكن ترجع تاني؟ الحقيقه انا عندي خبره في الموضوع ده اكتر من 25 سنه بالنسبه للعمليات دي، عمر ما شفتها ان هي اتعملت صح واتعملت مظبوط ورجعت تاني. وناس كتير تجي لي تقول عملنا من 20 سنه عندك او 15 سنه عندك والحمد لله ما فيش اي حاجه. هي المشكله ان ممكن يحصل اختناق في الايد في اماكن مختلفه، وعندك الايدين الاثنين ممكن يحصل اختناق في العصب هنا، ممكن في هنا، ممكن في الوتر هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، ممكن يحصل في الوتر هنا ونفس الاماكن في الايد الثانيه. فلو حد سمع ان في مريض عمل عمليه في واحده من دول وبعد كده جاله حاجه في حاجه من الحاجات الثانيه دي، ده ما يعتبرش ارتجاع. لا، دي كان حاجه ودي حاجه ثانيه، ده كان ايد وده كان ايد ثانيه، ده كان وتر او عصب وده وتر او عصب ثاني، ما حدش بيدقق في مثل هذه التفاصيل. لكن عندك الرباط اللي موجود هنا ده لما بيتسلك صح ويتشال الضغط على العصب عمره ما بيرجع تاني يتكون تاني ويرجع تاني يلف حوالين الايد تاني وحوالين العصب تاني كما كان في الاول. طب هل للعملية دي طرق مختلفة او طرق كتيرة؟ والله هي لها كذا طريقة في الفتح، يعني في فتح ناس بتفتح فتح كبير وفي ناس بتفتح فتح صغير، في فتح قدام الرزق هنا، في بعض لسه دور للمناظير، وان كان الجرح اساسا جرح صغير، وفي كلام على ان المناظير ممكن يبقى فيها خطوره برضو على العصب بشكل زياده. انا شخصيا بحب العمليه جرح صغير هنا بيبقى حوالي سنتي ونص في الايد، ومن خلاله بوصل للرباط ده الاخر والفوق، وبيبقى العصب فيه امان والحمد لله عمليه ناجحه بشكل جيد والحمد لله رب العالمين، يعني ما بترجعش ولا حاجه، والمريض باذن الله بعد حوالي 10 ايام بيقدر ان هو او بعد اسبوعين ممكن يشتغل ويبتدي يحرك ايديه، من ثاني يوم من العمليه بيحرك صوابعه على طول، حتى ممكن هو يستعمل ايده الثانيه ويستعمل الصوابع من ثاني يوم برضه بعد العمليه. طب يا ترى ايه التحضيرات اللي بيعملها قبل العمليه؟ زي ما قلنا الكشف، ممكن يحتاج تحاليل زي صوره دم، زي سكر، زي سرعه نسف او بروترومين تايم، وظائف كلى، وظائف كبد. لو كان المريض عنده اي مشكله في سكر في ضغط بيتظبط، لان بالنسبه لي هل نوعيه البنج ممكن يكون البنج كلي حسب المريض، او ممكن كتير بعمله ببنج موضعي بحيث يكون اكثر امانا والمريض ما بيحسش بحاجه، بيحس بس ببدايه بالبنج نفسه اثناء التخدير اللي انا بعمله، وبعد كده ما بيحسش بحاجه، وبيبتدي العيان بعد العمليه مباشره بيبتدي يخرج من المستشفى ويتحرك على طول ما فيهاش مشكله. والعمليه دي عاده بتبقى تعمل في يوم واحد، المريض بيدخل ويعمل عمليه وكمان بعد ساعه يكون مروح. اهم حاجه دايما بعد العمليه بننصح يبقى ايده مرفوعه لفوق ويحرك صوابعه على طول عشان ما يحصلش اي تورم، يبقى فيه رباط ضغط او رباط حوالين الايد، احيانا ممكن يكون في نوع من الريست او سبلنت كده للايد عشان تتحسن الدوره الدمويه وما يبقاش فيه ضغط على العصب. ممكن بعد العمليه المريض ممكن يحتاج مضاد حيوي، مضادات للالتهابات، مسكنات، دايما يحرك صوابعه لو بنحذره لو في اي تورم في الصوابع او اي تغير في اللون ان هو يبلغنا ويرجع لنا. في كتير من الحالات بيبقى الغرز مخفيه، يعني ممكن ما بيحتاجش يفك غرز ولا حاجه، او لو احتاج يبقى هما غرزتين او بالكتير، مش حاجه بتبقى كبيره ولا حاجه، بيبقى الموضوع باذن الله بسيط وكويس، ويبتدي المريض بعد حوالي اسبوعين يستعمل ايده بشكل جيد وشكل كويس، طبعا بدون اجهاد للايد لمده حوالي 6 اسابيع قبل ما كل حاجه تلتئم بشكل جيد وشكل كويس. هل في مضاعفات للعمليه؟
والله نسبة نجاح العملية أكتر من الحمد لله أكتر من 95%، وشافي وربنا سبحانه وتعالى بنتجنب المضاعفات. لكن طبعا العملية هنا في منطقة حساسة وحوالين الأعصاب وحوالين الأوتار، ممكن يحصل التهابات، ممكن يحصل أي مشاكل لا قدر الله من التخدير، خصوصا لو كان تخدير كلي أو لا قدر الله إصابة في العصب. فلازم يكون الدكتور اللي بيعمل عملية عنده خبرة في مثل هذه العمليات علشان يتجنب الإصابة في العصب.